في خطوة قد تزيد الأمور تعقيدا فضلا عما هو قائم بالفعل، وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الإسرائيلي على بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة مع مصر. وتضع إسرائيل وجود قواتها في محور فيلادلفيا شرطا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل واضح وصارم. وقد صوت مجلس الوزراء بأغلبية 8 ومعارضة 1 من وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. وبحسب ما نشر عقب الاجتماع، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح للتصويت دون التنسيق مع الأطراف المعنية، طرح هذا القرار الذي تمت الموافقة عليه بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، وهو الأمر الذي انتقده وزير الدفاع يوآف جالانت، مؤكدا أن رئيس الوزراء فرض الخرائط فرضا على الجيش الإسرائيلي. في المقابل عبر نتنياهو عن غضبه من رد فعل جالانت، مطالبا بإحالة الخرائط إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. وعلى الرغم من تلك الموافقة، فقد لاقى القرار معارضة واسعة داخل النخبة الإسرائيلية، حيث حذر رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي من أن يفاقم قرار بقاء الجيش في محور فيلادلفيا من الصعوبات التي تواجه الوضع المعقد لصفقة التبادل، فيما امتنع رئيس الموساد عن التصويت على البقاء في المحور، معتبرا أنه غير ضروري في الوقت الحالي. كما امتنع وزير الأمن القومي إتمار بن غفير عن التصويت بحجة أن القرار يتضمن تخفيفا تدريجيا للقوة الإسرائيلية في فيلادلفيا، بينما يدعم وجودا كاملا في المحور. كذلك عرض وزير الدفاع يوآف جالانت القرار، وأبلغ المجلس الأمني بأنه لا يوجد عائق أمني يحول دون الانسحاب من محور فيلادلفيا. وفي هذا الإطار يذكر أن الجولة الأخيرة من المحادثات التي انتهت يوم الأحد الماضي بين المسؤولين الذين يمثلون الأطراف المختلفة لم تحقق أي اختراق، وتبقى مسألة إمكانية بقاء القوة الإسرائيلية في محور فيلادلفيا حال التوصل إلى وقف إطلاق النار نقطة خلافية. وبحسب رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن إسرائيل على مفترق طرق استراتيجية ولا أهمية للبقاء في هذا المحور. إذن مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا التقرير نتحدث بشكل أكبر عن التوترات التي تحدث داخل إسرائيل، وهذا التوتر الذي حدث داخل الاجتماع الذي حدث في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، والذي تحول إلى شجار لفظي غير مسبوق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت بسبب موقف نتنياهو من الإبقاء على القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، وهو ما ترفضه مصر وحماس، ويقف عالقا أمام التوصل إلى اتفاق وفق ما ذكره مساعد نتنياهو وجالانت لموقع إكسيوس الأمريكي. إذن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أيمن عبد العزيز شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. مرحبا بحضرتك. أهلا بك يا مرحبا. أهلا بحضرتك. بداية، يعني كيف ترى التوترات داخل البيت الإسرائيلي والتي شهدناها يمكن بقوة داخل هذا الاجتماع؟ يعني أولا، في داخل الحكومة الإسرائيلية أستطيع أن أقول أن هناك انسجام موجود، هو حالة يعني الذي يختلف مع هذه الحكومة بشكل عام هو وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، لأنه عنده وجهة نظر لها بعد أمني وعسكري وليست ذات أبعاد سياسية. نتنياهو، بن غفير، سموتريتش يديروا الحكومة بالبعد السياسي والبعد الحزبي الخاص بمصالحهم الحزبية، من أجل في المستقبل للانتخابات الإسرائيلية القادمة يحققوا أصوات أكثر. بالنسبة ليوآف جالانت وزير الحرب، هو لديه وجهة نظر عسكرية وأمنية بحتة، أن
التواجد في محور صلاح الدين ما يعرف بمحور فيلادلفي هو ليس ضرورة أمنية من أجل الأمن لإسرائيل، يعني هناك إمكانية للوصول لاتفاق حول ضمانات معينة برعاية دولية برعاية أمريكية لحجة إسرائيل الأمنية منع التهريب بين قطاع غزة ومصر. يعني جالانت لا يرى ضرورة للوجود العسكري. وبالمناسبة يعني محور صلاح الدين أو ما يعرف بفيلادلفيا هو يعني على حدود مدينة رفح المكتظة، يعني على بعد 20-50 إلى 100 متر هناك مباني وبيوت كثيرة في على جانب المحور في الجانب الفلسطيني. ومن أجل الحفاظ على حالة أمنية كما يريد نتنياهو بالجنون الأمن اللي دائما يعني يتحرك باتجاهه ويتحدث عنه من أجل كسب أصوات أكثر من في المجتمع يعني. بالضبط يعني على سبيل المثال رئيس أركان الجيش الاحتلال دان حالوتس اللي كان في حرب لبنان في عام 2007 عنده وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر نتنياهو. وإذا بتلاحظ الخلاف الإسرائيلي الداخلي هو بين يعني معسكرين، معسكر الأحزاب السياسية ومعسكر الجيش والأمن. يعني وزير الدفاع وزير الحرب الجيش الاحتلال جالانت، رئيس الشباك الشين بيت الأمن الداخلي، رئيس الموساد، رئيس الأركان، يعني لاحظ كل القيادات الأمنية والعسكرية تقف في موقف تجاه الصفقة في حين نتنياهو وحلفائه بن غفير وسموتريتش يقفوا باتجاه آخر. وهذا يعطي مؤشر واضح بأن كل ما يتعلق بالصفقة وما يضع نتنياهو من يعني شروط دائما جديدة لا ليس لها علاقة بموضوع الأمن بإسرائيل، لأنه يعني رؤساء أجهزة الأمن والجيش سواء رئيس الأركان أو وزير الحرب مع الأمن الداخلي والمخابرات الخارجية اللي هما تعرف بالموساد هم لديهم موقف مختلف عن نتنياهو. وهذا بيعطي مؤشر كما قلت لك أن الخلاف هو يعني بعده سياسي حزبي أكثر بكثير من الحجة الأمنية اللي دائما يسوقها نتنياهو. هذا الخلاف يا دكتور أيمن يمكن وصل أنه أصبح شبه شخصي حتى الآن ما بين جالانت وما بين نتنياهو، كيف يمكن أن يؤثر هذا الخلاف على مسار الحرب؟ لا أعتقد أنه سيؤثر على مسار الحرب، لأنه في موضوع الحرب هناك اتفاق على كل تفاصيل الحرب، على الإبادة الجماعية لأهل غزة، على تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، تدمير المباني، جعل قطاع غزة منطقة غير يعني قابلة للحياة بعد نهاية هذا الحرب، أن يكون قطاع غزة غير قابل، منطقة غير قابلة للحياة، حالة من الدمار. لا هذا في اتفاق حوله ما بين القيادات السياسية والقيادات العسكرية والأمنية، ولكن الجيش والأمن ينظر بمنظور آخر وهو موضوع الصفقة هو الأساس بالمناسبة. يعني لا أعتقد إنه الجيش أو الأمن يختلف مع نتنياهو على التواجد في محور نتسريم على سبيل المثال، لأنه محور نتسريم يقسم قطاع غزة إلى جزئين كنتونين، كنتون شمالي وكنتون جنوبي، وعقلية الأمن الإسرائيلية تؤمن بعقلية الكنتونات وهو ما أوجدوه في الضفة الغربية. يعني لدينا 3 كنتونات، كنتون في الشمال، كنتون في الوسط، كنتون في الجنوب في عملية الضفة. التقسيم بالضبط إنه كل كنتون معزول عن الآخر ويعزل بعدد من المستوطنات كويس، وبالتالي الوصول من شمال الضفة إلى وسط الضفة الغربية لازم تمر عبر الإسرائيليين وعبر المستوطنات. وهذه الفكرة اللي بيفكروا فيها في قطاع غزة الجيش والأمن. لكن الجيش لديه مهمة وهي موضوع تحرير الأسرى أو إخراج الأسرى أو صفقة لتبادل الأسرى، هذا ما يهم الجيش. وبالمناسبة الجيش ليس مع وقف الحرب نهائيا عشان نكون واضحين في الخلافات القائمة حاليا، لا هم ليسوا مع وقف الحرب وإنهائها بالشكل كما هو عليه وأنه تنسحب إسرائيل مثلا، الجيش الإسرائيلي ينسحب من قطاع غزة، لا الجيش ليس لديه هذا الموقف. الجيش لديه موقف واضح باتجاه المحتجزين لدى حماس، يريد أن ينهي عملية احتجازهم واستمرارية احتجازهم، وبالتالي هذا هو الخلاف. نتنياهو الجيش يريد أن يذهب بالمرحلة الأولى والتي ستتضمن إطلاق سراح المحتجزين المدنيين،
تمام. لكن في موضوع ما بعد إطلاق سراح المحتجزين المدنيين، الجيش حيرجع لحربه في غزة. يعني الجيش مش حمامة سلام في إسرائيل، يعني عشان نكون واضحين. طيب يعني، لكن الخلاف في هذه النقطة، نقطة المرحلة الأولى من يعني من الاتفاق. هذا يعني إذا كان الجيش هدفه هو تحرير الأسرى، فهناك مفاوضات تدور من أجل تحرير الأسرى والوصول إلى توقف لإطلاق النار، وبالتالي تحرير أو حدوث عملية تبادل الأسرى. هل سيظل الوضع على ما هو عليه؟ إصرار نتنياهو على الاستمرار في الحرب وعدم التوصل إلى اتفاقيات، إشعال المنطقة وإشعال المنطقة يمكن بحرب حتى مع الموقف في مع جنوب لبنان وفي لبنان وكذلك مع إيران، ما الذي يريد؟ يعني هل سيتم التوصل إلى اتفاق ما بين جالانت وما بين الجيش وما بين نتنياهو من أجل إخراج الأسرى، أم أن سيظل نتنياهو مصرا على إشعال الموقف؟ في نقطة مهمة في النظام السياسي الإسرائيلي بصراحة علينا أن يعني نتفهمها ونستوعبها، أن رئيس الحكومة في دولة إسرائيل هو ملك. نعم. يستطيع هو من يستطيع الآن إقالة جالانت. سلطته مطلقة. هو بالضبط هذه ما يعني هذا ما فعلوا ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل بعد قيام هذه الدولة بين قوسين، فصل صلاحيات رئيس الوزراء بأن تكون صلاحيات مطلقة، يستطيع أن يقيل أي وزير في الحكومة، يستطيع أن يقرر ما يريد، هو ملك عمليا في حجم الصلاحيات. وبالتالي سيبقى جالانت غير قادر على أن يفعل شيء. هذا واحد. اثنين، جالانت هو يعني جاء كوزير للحرب جزء من حزب الليكود، ونتنياهو عمليا هو ملك حزب الليكود. إلى اللحظة لم يستطيع جالانت أن يؤثر على أعضاء الكنيسة، أعضاء البرلمان، أعضاء الكنيسة الإسرائيلي من أعضاء الليكود أنهم يقفوا إلى جانبه. هو عمليا جالانت يقف وحيدا، وفي نظام عندهم أنه زعيم أي كتلة في الكنيسة الإسرائيلية يستطيع أن يقيل أي عضو كنيسة ليس وزيرا أيضا من قائمته، إلا في حالة واحدة، إذا استطاع أي عضو كنيسة مع ثلاثة آخرين يعني أربع أعضاء كنيسة من الممكن يشكلوا قائمة جديدة ويخرجوا من الحزب. لكن جالانت إلى اللحظة غير قادر أن يستقطب معه أيا من أعضاء الكنيسة اللي عددهم يتجاوز أعتقد 28 عضو كنيسة لليكود في الكنيسة الحالية. وبالتالي جالانت عمليا في الليكود وحيدا وفي داخل الحكومة وحيدا. كويس. جالانت يعني لديه وجهة نظر أمنية كما قلت لك، أمنية بحتة ليس لها علاقة في ألاعيب السياسة. لماذا نتنياهو لا يريد أن يذهب باتجاه اتفاق؟ لعدة أسباب. السبب الأول، إذا حصل وتم الاتفاق على صفقة، هذا يعني أن هناك وقف لإطلاق النار ستة أسابيع كما هو المقترح الإسرائيلي بالأساس، واللي تبنته الولايات المتحدة كما جاء على لسان الرئيس بايدن في خطابه الشهير في شهر مايو. عندما تتوقف الحرب حينها سيكون في إسرائيل وضع جديد، وهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاق 7 أكتوبر. صحيح. 7 أكتوبر إخفاق كبير غير عادي بالنسبة لإسرائيل. وبالتالي أي لجنة تحقيق وضعها الطبيعي أن تدين رأس الدولة. رأس الدولة ليس هو الرئيس، إنما رئيس الوزراء، رأس السلطة التنفيذية. صحيح. عمليا في إسرائيل هو رئيس الوزراء. النقطة الثانية، أن نتنياهو هذه لجنة التحقيق ستطيح به، في حال الإطاحة به هناك 3 قضايا فساد تنتظر بنيامين نتنياهو. لا يمكن أن يحاكم نتنياهو وهو رئيس للحكومة بالمناسبة. يحاكم فقط عندما يخرج من رئاسة الحكومة. وبالتالي أي لجنة تحقيق ستخرج. النقطة الأخرى، نتنياهو يشتري وقت من أجل ترامب. وترامب إذا يعني تتابع أكيد قبل أسبوعين تحدث بوضوح، أرسل رسالة لنتنياهو على الهواء في حملته الانتخابية، لا تتعجل في الوصول لاتفاق، لأن الوصول إلى اتفاق مع الحالي إلى صفقة، هذا يعني دعم لمرشح الحزب الديمقراطي. هناك يعني ملايين من الأصوات العرب والمسلمين والبروغريسيف اللي هم التقدميين، الجماعة
بوبي ساندرز في الولايات المتحدة، وهؤلاء من يقود بالمناسبة المظاهرات يعني مع العرب والمسلمين، مظاهرات الاحتجاج ضد الحرب على غزة. هذه أصوات بأغلبيتها الساحقة هي أصوات للحزب الديمقراطي. إن وصلنا ليوم 5 نوفمبر القادم، يوم الانتخابات الأمريكية، بدون الوصول إلى اتفاق، بدون وقف لإطلاق النار، هذه الأصوات ستخسرها بالتأكيد. هؤلاء إما ألا يذهبوا للانتخابات، وإما يعني ينتخبوا اللي هو الانتخاب السلبي بورقة فارغة، من أجل أن يوصلوا رسالة إنه في قوة في الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو حزب الأقليات وليس حزب الأغلبية البيضاء. هذه نقطة ثانية في موضوع نتنياهو. النقطة الأهم في ذلك إنه بعد 7 أكتوبر الليكود في استطلاعات الرأي انهار، يعني تأييده ما بين الإسرائيليين ووصل إلى 16 مقعد، ومنذ ذلك التاريخ وهو يصعد. الآن بعد اغتيال طهران لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، بعد الاغتيالات في لبنان للعاروري لشكر، الهجوم القاتل هذا على قطاع غزة، الهجوم على الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، إذا بتتابع الاستطلاعات الرأي الإسرائيلية منذ أشهر، حزب الليكود يزداد التأييد له ويستعيد تأييده. يعني آخر استطلاع رأي أعطاه 24 مقعد، لكنه لم يحرر الأسرى. ما هو المناسبة، المجتمع الإسرائيلي مجتمع يميل منذ سنوات باتجاه اليمين. سموتريتش هذا الوزير في حكومة، هذا الوزير العنصري في حكومة نتنياهو، تحدث بوضوح قبل أشهر أنه يعني مش ليس ذات الأهم تلك الأهمية تحرير الأسرى، حكاها بوضوح. بن غفير يتحدث بنفس الروح. أيضا من خلال متابعتنا، هل لدينا يعني السؤال، هل لدينا قناعة بأنه نتنياهو يريد تحرير الأسرى؟ نتنياهو لا يريد تحرير الأسرى، لأنه نتنياهو في كل جولة مفاوضات يضع شروط جديدة، في كل جولة مفاوضات ويضع شروط جديدة. والأهم من هذا كله أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار هو مقترح إسرائيلي. بايدن بنفسه تحدث أنه هذا المقترح تلقيته من الحكومة الإسرائيلية. يعني تخيل هذا المقترح جاء من نتنياهو، ونتنياهو عمل عليه تعديلات ووضع عليه عدد من الشروط في كل جولة. نتنياهو لا يريد صفقة للأسباب اللي تحدثت لك فيها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن عبد العزيز شاهين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه التوضيحات حول ما يدور داخل إسرائيل. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا من القاهرة مستمر معكم بعد الفاصل.